بيقول لك انا خيطت الجاكيت ضرب البنطلون، ده اللي انا عملته لما القص ده ما رضاش يرقد وخلاص كان راقد بقاله 17 يوم، يعني خلاص كانت الزغاليل على اخر يوم فاس. فانا عملت ايه؟ قلت يا بيتسي يا هبه يعني اعملي اللي عليكي. فانا ما عنديش نفس العمر حاجه فاقسه، انا كل اللي عندي زي ما انتم شايفين ده اللي فاقس. قلت ايه؟ طب انا هحط واحط هنا علف بحيث لو حنوا واكلوه يبقى ياكلوه ناعم. بس اهم حاجه كان عندي بالنسبه لي ان هو يتدفى، لاني انا عملت ده علف نعمته وطحنته. والناس بتسالني دي سرنج رفيع يا جماعه ودوت بتاع القسطره خرطوم كده مش عارفه بيتباع ب 15 جنيه عند الصيدليه، وبالفعل الحمد لله احييت الزغلول ده. المهم انا عيني غفلت ساعه قلت انام وكان خلاص وقت الزغلول التاني يفقس. فانا كنت حطاه تحت هنا البيض يا دوبك راقدين عليه فاستغربوه ففعصوه تحتيه. بس يعني انا عملت اللي عليا. مش بس كده، انا جيت اشيل الزغلول اللي ميت فراحت بيضه من اللي هم لسه هيتخصب، قصدي لسه هيتحضنوا جديد، راحت مطقوشه مني. فانا بصوا ماليش نصيب، في حاجه كده بتيجي يعني دروبات. فالحمد لله.